عمليات بحث وتفتيش لملاحقة خلايا داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية بين الأنبار والموصل نفذها الجيش وبمشاركة الحشد العشائري. صراحة قواتنا الأمنية البطلة وجهود الاستخبارات وجهود كافة القوات الأمنية، الصراحة نشوف احنا بالوضع الأمني في محافظة الأنبار بصورة عامة والعراق، يعني ما شاء الله جهود حديثة جدا ودائما هم بالصد الأول، يعني بمحاربة كل شيء. وفترة عندنا خليات لحد الآن في صحراء الأنبار، جهود مستمرة من الاستخبارات الكشف عنها والبحث عنها. وفيما طالب أهالي الأنبار بتكثيف الجهد الاستخباراتي واستخدام أحدث الأجهزة المتطورة واستمرار دوريات لتلك المناطق الصحراوية. القوات الأمنية والحشد العشائري باستمرار بالعمليات ملاحقة الخلايا النائمة والتكثيف في عمليات الطيران وتشدد في السيطرات مبذولة ومحثوثة من القوات الأمنية ومساندين لها كل المساندة. وإحنا من محافظة الأنبار الرمادي الحمد لله الأمن جدا. ويرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية وبمشاركة الحشد العشائري سيضيق الخناق على الخلايا في عمق الصحراء ويوفر الأمن، مما يجعلها تشهد حركة تجارية واقتصادية تغير واقعها الاقتصادي. من صحراء الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.